منتصر الحشيمي لاعب ترابزون سبور، أسامة محروس لاعب أولمبيك آسفي البارح سيناو رسميا في الوداد. كل ما ندخلوا في ليديطاي ديال اللعابه ونشوفهم واش مزيانين واش غيقدروا ينجحوا مع الوداد، بغيت نوصل لكم واحد المعلومه، ان منذ مجيء زائد ناصر رئاسه الوداد هذا هو احسن ميركاتو داروا في الوداد من نهار جا. هادشي علاش كنقول لكم راه مزيان الضغط. حنا كما كنقول ديما راه ملي كننتقدوا الناصيري راه ما كننتقدوك حيت كنكرهوك ولا باغينك تمشي، ولا كننتقدوك من واحد الناحيه، اما انت راه ملي جيتي الوداد تبارك الله بدات الخدمه كتزيد، ولكن ماشي 100% تقريبا 60%، غير هو كنضغطوا عليك باش تزيد صح الاخطاء ديالك وبتزيد تخدم وبتزيد تعطينا ديك سعيد الناصيري اللي باغي الجمهور الوداد. دونك انت دابا ضغطنا عليك، ايا الميركاشو هذا تبارك الله من احسن الميركاشوات اللي شفت انا في المغرب، لعاب اللي كبار واللي بانوا هاد العام واللي مزيانين، يعني احسن ما كاين في السوق مشينا جبناهم، وهادشي بوادر خير الحمد لله للمواسم المقبله. اللي كتعجبني هو انه كنسينيو معاهم ثلاثه المواسم باش تلابانو غيكونوا واجدين في كاس العالم للانديه 2025. هذا مشروع خاصنا نبداو من دابا باش نبانو بواحد الصوره اللي زوينه في ديك كاس العالم للانديه ونشرفوا المغرب احسن تشريف، خصوصا انه غيكون بواحد النظام جديد وغتلعب بزاف ديال لي ماتش. دونك بالنسبه منتصر الحشيمي ما عارفين انه العام اللي فات دوز واحد السيزون اللي زوينه واللي واعره وبزاف ديال الفرق يبغاو ومنهم الوداد اللي كانت هي باغي السيد ارتفعت القيمه السوقيه ديالو ملي لا ملي بزاف ديال الفرق يبغاو، وترابزون سبور شافوا على انه قدر انه يوالم ديك التشكيله اللي عندهم وطريقه اللعب اللي كيلعبوا بها، دونك مشاو حطوا فيه مليار تقريبا وشي 90 مليون ومشاو جابوا. المشكل اللي لقى منتصر الحشيمي هو انه كان ليه من الفشح الرباطي يخرج لشي فرقه اللي في المغرب او غير في افريقيا واللي كتنافس على الالقاب، بعد يتحكم معاهم عاد يشوف تركيا ويشوف الحشيرات. هو من الفشح الرباطي مشى لترابزون سبور وما قدرش على ديك الاجواء، خصوصا انه اول مره غيخرج على المغرب وغيلعب فرقه خارج وغيلعب فرقه من غير الفشح الرباطي. دونك بحال قلتي ما مشاش ايطاب ايطاب، دغيا نقز بحال قلتي من الدرجه الاولى نقز للدرجه الاخرى. دونك خاصو ضروري انه يبدا مع فرق اللي كينافسوا بشويه بشويه، غادي نشوف الحشيرات ديالو في تركيا ولا في اوروبا عامه. دونك ما صدقش معهم هذا العام، واخا لعب معهم بعض الماتشات ما لعبش كاع الماتشات، تقريبا غيكون لعب شي 9 الماتشات او 8. هذا هو المشكل اللي لقى منتصر الحشيمي في الحشيرات ديالو. وملي سالات هاد السيزون الناصيري كان عنده اتصال معاه، شوف انا باش عجبني الناصيري بدا كيقلب على اللعابه اللي قادرين انهم يعاونوا الوداد، واللعابه اللي شوف داروا واحد الخليط بين لعابه واجدين وبين لعابه صغار وقادرين انهم يعطيوك من هنا لقدام. غتقولوا لي ان منتصر الحشيمي غير اعاره، منتصر الحشيمي اعاره مع احقيه الشراء، دونك اللي لعب تقريبا اللي لعب 70% ديال الماتشات هذا العام غيتشفع على العقد ديال التوقيع ديالو وغتسيني مع الوداد ب 400 مليون على ما اظن. دونك مزيان لينا الا هو خدم على راسه وفات 70% ديال الماتشات فراه غيعاونك هذا العام والاعوام الجايه، وغتسيني مع تقريبا 3 سنين يقدر يلعب معك حتى كاس العالم الانديه. دابا شوف دابا بزاف غيقول علاش اللعابه فضلوا الوداد وما فضلوش فرق اخرين. دابا انت كلاعب ولا انا كلاعب فرقك غتنافس في السوبر ليغ، فرقه غتلعب كاس العرب، فرقه غتلعب البوطه ولا كتنافس عليها، فرقه غتلعب كاس العرش، فرقه غتلعب العصبه، وفرقه عندها كاس العالم الانديه 2025 وغنمشي شي فرقه اللي ما كتنافس على والو. دونك لاعب حتى هو راه كيشوف، ومنتصر الحشيمي جا الوداد قبل المشاركات الافريقيه ديالو، واي لاعب دابا الحلم ديالو انه يلعب سوبر ليغ الافريقي الدوري الافريقي الجديد، يعني حيت القيمه ديالو كتطلع وغيلعب ضد فرق كبار، دونك اللاعب غيبان تما والقيمه ديالو غترتفع تما. بالنسبه لمنتصر الحشيمي كلاعب، يعني كلاعب واش قادر يعاون الوداد ولا ما قادرش، اللعب ديالو او ستيل دي جو ديالو هو انه كيعتمد على السرعه وكيعتمد على التسديد من بعيد. هاد القضيه فيه زوينه لانه الى لعبتي ضد شي فرقه اللي كتسد عليك اللعب اي خاصك لعابه اللي غيشيروا من بعيد. منتصر الحشيمي من بين اللعابه اللي كيعرفوا يشيروا مزيان من خارج كاري دي زويش ومن داخل كاري دي زويش كيسونطري، دونك هاد اللعاب يقدر في بعض الماتشات انه يفيدك. والسرعه حنا شوف حنا من مشى اسماعيل الحداد ما بقاش عندنا دوك اللاعبين اللي سرع، يعني اللي كونتر يقدروا يديروا لك. هل دابا حنا مثلا نعطيو ماتش ديال ساندونز والوداد فاش كان خاصنا نديروا لي كونتر كان بوهره ثقيل في لي كونتر،
دونك منتصر الحشيمي من اللعاب اللي صراع، خصوصا اللي جبتي معاه شي تسعود وشي جناح اخر اللي غادي يفهمك، يعني منتصر الحشيمي غيعطيك ديك النسخه الاصليه ديالو وغيبان من اللعابه اللي تقدر تعول عليه. دونك منتصر الحشيمي كيبان لي على انه قادر ينجح مع الوداد، خصوصا حنا خاصنا اللعاب اللي كيديروا لي كونتر واللي كيتشيروا من بعيد. دونك منتصر الحشيمي كصفقه مزيانه للوداد، غير هو راه خاص جناح اخر اللي يلعب معاه واللي نفسه في الوداد، خصوصا انه خاصنا دابا خاصنا جناح اللي سوبر، جناح اللي واجد واللي ملف على الالقاب. منتصر الحشيمي ما عمره لعب على شي لقب، ما عمره دا شي لقب، ما عمره لعب في العصبه، يعني لعب اللي باقي جديد. دونك خاصك ضروري شي جناح اللي يكون ديجا مدي القاب، جناح اللي واجد بحال البروفيل ديال بن شرقي ديال اوناجم في الطوب ديالو. دونك ندوزو لاسامه محروس. اسامه محروس كاسور ديال اولمبيك اسي، لعاب اللي تبارك الله رقيق في لعبو، كيعرف كيفاش يلعب، كيعرف كيفاش يخرج كره اللي تقدر تعول ليه، كيعرف كيفاش يقطع كوارد. دونك شوف اللي مفرج في يحيى جبران مع حسين اكادير، غيبان لي نفس اللعب ديال محروس مع اولمبيك اسي حاليا. اسامه محروس المشكل اللي غادي يلقاه هو انه غيلقى جبران، يعني جبران غيلقى هو الرسمي. جبران جدد عام مع الوداد، دونك يقدر يبقى هذا العام الا ما جاش شي عرض. دونك غادي يكون واحد التنافس بين اسامه محروس ويحيى جبران، هذا الشيء مزيان باش كل واحد فيهم يعطينا ديك النسخه الاصليه ديالو ويعطينا الماكسيموم من اللعب ديالو. غيكون واحد التنافس في المراكز، هذه زوينه وعجبتني. واسامه محروس اللي قادر انه الله يحفظ، يعني يحيى جبران الا كان معاش كان خيط حمراء او كان خيط اربعه الصفرات، يعني اسامه محروس غيدخل يلعب وما غيبانش لك ان يحيى جبران ما كاينش في داك الماتش. يعني هنا جوج صفقات انا صراحه عجبوني، ومن بين احسن اللعاب اللي كيتفرج في البطوله غيبان لي ان اسامه محروس نقدر نقولوا انه من بين احسن اللي كاسوراج في البطوله حاليا، ولعاب اللي كما قلت لكم كيعرف كيفاش يلعب برجلو، كيعرف كيفاش يخرج كره. يعني صفقه اللي تبارك الله مزيانه وقادر انها تنفعنا من هنا القدام، الى مشى يحيى جبران غتلقى لعاب اللي غادي يعوضوا لك، هذه مزيانه. وكنشوف ان فهاد الانتقالات كاينه واحد الرؤيه للمستقبل، ماشي غير يجيو يلعبوا معك العام، كاينه رؤيه للمستقبل داخل تشكيله ديال الوداد باش نبقاو كل عام وكل عام وكل عام كننافسوا على الالقاب. يعني الجمهور الودادي ما كيشبعش من الالقاب، هذه خاصها تكون عند اي واحد ودادي. وما نساش كما العاده اللي وصل لهاد اللقطه بالضبط يخلي 1937. كان معكم زكريا السكاك، ما تنساوش تشرفوني في القناه ديالي على اليوتيوب زكريا السكاك، تحياتي ليكم.